وصلت معك لهون؟ بدي اغاني. اسمع بحضر لك ايه؟ ابا 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 وحشتيني. صدري مبين. واضح انك رياضية البركة. هلو جايز، مين اشتاق لي؟ نشتاق لقصصي وللهدامي. أنا هيك استلطاء، استغفر الله العظيم يا ربي، ما بدنا نحط حدا تمتنا دخيلك يا رب. بحبكم، اشتقت لكم كتير. كلنا منحبه، تحبوا مين؟ بيس وحبيبكم مين؟ كتر خيرك عم. صرت 70. يعني فهمتها بس كسف كسف. خيو والله أنا ما فهمت. ورا الزعل قال بس أنه الحمد لله يعني. والله نصحاني صار وزني حزره قدي. أنا بقول شوحة. مستحيل يا خرفوتة يا زعورة. سبعين. أوف كثير ياكلوا. كانت 50. وشغلة تانية بدي أخبركم إياها، أنا صاير عندي صدف براسي. لك لأنه أصلية معلوفة مثل العالم والناس. ما بعرف حد بين عليكم ولا لا، صار عندي صدف براسي. خلص شو بدنا نعمل؟ يلا أمر الله الله، فص ملح وداب، قصدي فص ملح توم وداب. هذا الحمد لله. صح؟ جايز حدا يجي ياخذ التليفون من ايدي، اشطوني التليفون بليز. يلا اذا فضيت بيجي. اشطوني التليفون. يلا شوية شوية. انا شو ماني اليوم؟ لكم شيء بصراحة كتير مبسوطة. زاح عن قلبي، ما في قل دمها، احسها لزقة فرنجية. الحمد لله اليوم كتير مبسوطة، يعني مزاجي مودي رايق كتير. ما تروقوا شوية كده.